السلام عليكم، هذيك مش اخبارك؟ تمام. اللي قلت لكم اليوم مقطع جديد. مش مقطع اليوم صراحة، في واحد انا مرة ما اعطيكم، فبسوي عليه رياكشن. يعني ما عندنا اي شيء، فبسوي عليه رياكشن، يعني اللي هو خليل تيوب. يب خليل تيوب، انا تركته من شغلة سنتين. يب من بداية تقريبا اليوتيوب انا تركته، كان عنده 600,000، لا 500,000 كذا. صح انه رقم كبير، ولكن الناس بالسنه 3 مليون، هو بالسنه 10,000. اللهم لا شم، اللهم لا شمت، يعني والله مصح ما قاعد تشمت، بس يعني كذا. يعني انا رجال صراحه ما اعطيكم، ف من زمان متركه صراحه، ابي ارجع له وبشوف ايش بنزل ونسوي عليه رياكشن. ما دخلت له عليه مقطع ولا عليه شيء، لكن يعني. فلا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، تابعوني عليه كم، تابعوني على سناب بعد، وليتس جو نبدا المقطع. خلينا اذا اعطيت استراك ترى بنزل عليك على تركيا، اقسم بالله. الاستراك خلاص قاعد نسولف راينا وعلى الله. هذه قناه خليل اليوتيوب. طبعا ما علينا من الصوره، الصوره هذه من 2003 ما غيرها ابدا. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. شباب انا اللي نرفزني في خليل ثامنيلاته تعبانه، لا 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 العنا. يعني شباب يحط عنوان كذا طول كذا، ها عنوان مره طويل عنوان. شوفوا، جبت مرت جديده على البيت، صدمت اهلي، مرت جديده. طبعا هم مدري ايش حاط، مين مدري من وين لاقيها اصلا. اللي بعده ايش؟ انا الوان مغلب البست فريند في شب بحياتي. واللي بعده ايش؟ مغلب التدخين في اخ، شافني وانصدم، اتفقت مع ماما اللي هي اخته اللي هي هاي. خلينا نكون صريحين، انا كنت بكرش عليها قبل كم، يمكن حوالي 19 20 كذا، ايام 2019 2020. كنت سابق صراحه، كنت سابق وصغير، الحين سابق وكبير. بس اني لا ما اعطيك صراحه. فشوف مقطع شبه حياتي. سلام، جيناكم فيديو جديد. الفيديو حيكون اول شيء صلى على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه بعتذر منكم عن تاخر عن تنزيل الفيديوهات، ولكن شوي مشغول بشغلاتي الشخصيه وحياتي الشخصيه. فيا جماعة اليوم جيتكم بمقلب جديد، واللي هو راح اعمل مقلب بدلال. شباب فكرة المقلب انه في بحياته جاي وزيه جاي. انا الجاي لاني بسوي عليكم مقطع، استغفر الله العظيم. طبعا اقص ايدي من هون الى مكان اخت اللي قاعد تصور. شباب مقالمه مرة تهتقر، الحين بوريكم اياها. قبل كنت تتابع، قبل كنت تعرف انه كذب، كنت سبك زي الحين يصدقون المصارعة. بس صار البردية طلعت؟ طلعت من محل الله وزبطك. ليش؟ ما بعرف والله، شعري والله برد. تعي زبطي الكاميرا شوية، تعي تصور فيديو بس انت تطلعي لبرا، بس ما اصور كذا. زبطي الكاميرا وطلعت. ليش صورت بوطك؟ ما بدي، ما في ضوء كتير، ولو هون احسن. دقيقة بس اضبط شعراتي. يلا ايه ضبطي كم شغلت انا؟ هذا شغلته ضبطي. شباب ابوه كان يزور معاه، انا ودي افهم شغله. يعني ابوك راضي انك تطلع اختك؟ استغفر الله العظيم، انا من ايام كنت اتابعونك كنت اكره الحركه دي، اقسم بالله. اخته قطعت فتره، كانت عندها مدرسه، خلصت مدرسه ابوه بطل يصور معاه، بطل يمثلوا مع بعض. الكاميرا تمام تقني، صور بس فيديو. لا هيك زيك شوي، زي واي، لا لهالطرف، اكبسي على الكبسه، كبسه على الكبسه تحت. بعرف ايوه على الطرف، ايوه تمام خلص. شباب بس دقائق، تهجم على عيونه. اوكي بس شطه اليوتيوب بدلها النودي. شوفوا عيونه وين، مو على الكاميرا، لا عيونه هيك، يعني هناك ايش في اي كاميرا في لها زاويه عكسيه. الكاميرا ما تصور كذا، في لها شيء غير، اوريكم الكاميرا ما تصور كذا. اوكي في لها شاشه ثانيه زي كذا تكون، ها فهمتوا؟ يعني انه الواحد كفر جربان، انه الواحد يقدر يشوف نفسه بالكاميرا، فهمتوا؟ ودائما تقدر تشوف نفسك، معناته تبين اذا كانت، اذا كنت قاعد تصور تطلع لك نقطه حمراء اللي هي تضوي عشان تبين انها شغال. ان شاء الله فهمتوا انا ايش قاعد اقصد. هو فهم صدق، اذا هو شاف خليل، اذا شفت المقطع سوي ديسلايك، هذا اول شيء. ثاني شيء انت فهمت ايش قلت انا، طبعا ما اطيقك خليل، خليني انا ما اطيقك سوشيال ميديا. فون شوي ما مبين شيء، ما من هون صور. انت بلش بدقه شو؟ يلا 3 2 1. سلام، جيناكم فيديو جديد. مبين احد مبين، يمكن انت
ثواني اذا عملت لك هتبيني. يلا واحد اثنين ثلاثة. كذا يصيرون المقالب ترى، صدقوني كذا يصيرون كلهم كنت انا ما اقصد بس خليل، لا كلهم كل اللي يصورون مقالب ذا الوحيد اللي سوى مقلب حقيقي هو ذاك اللي سوى مقلب السوداني والسجن. سلام لجياكم، فيديو جديد لو بدنا حيكون اول شيء صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه بعد سنه اتاكد من هرموناتي اصلا اذا هي الصح ولا لا، اتاكد شارب بصدرك الحاله مبين الهرمونات اصلا شو اللي عم يصير معي او كذا. فرحت على دكتور طبيب، رحت على دكتور وكذا، فعملت هيك مثل كيف لكم مثل تيست انه بالدم دم وكذا وتستات تاني تحاليل ما تحاليل وهالشغلات. وللاسف طلعت يعني ما بعرف شلون بدي لكم اياها، بس عن جد كثير 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 يعني ما بعرف شلون رح تكون نظرتكم فيه. عايز يقول انا جاي اخت ها شلون ما يصير، بس تعرفوا هذا الشيء عن جد عن جد بعتذر منكم، بس انا لازم كنت احكي لكم هالشيء من زمان. طلعت انه انا جاي حب الشباب. ايش بك؟ لك عم بصور. ايش بك؟ طبعا ضحكت قبل ما يقول جاي. صار عندي طفل كبيرة. طلعت جاي يا طبعا عمرك. ايش بك؟ عم تصور عن جد؟ والله عم بصور. اخذكم للجد. يا جماعة اليوم حابب اجيكم باعتراف، واللي هو انا ما راح اقول لا السلام عليكم لا سيم مقدمة. يا جماعة من الاخير انا تغير هرموناتي وصرت جاي. ايش فيك؟ وحتى ببخ هذا بتعرفوا الدالين تبع الاطفال. ترى في كمية خف هذا الولد ذا ما ادري ايش كذا. مغلب التدخين في اخي شافني ليش يا ابي حط عصير برتقال ماسك السكارة كذا ها. استغفر الله العظيم ما في اي احد يمسكه كذا. يمكن اصلا مسكته كذا ها. وانيا ها؟ استغفر الله. طبعا دائما يحطون كاميرا بمكان سبحان الله. ترى بيتهم كبير، انا عارف بيتهم كله كبير ماشي؟ او نوعا ما كبير زي اي بيت. ما يجلس اخوها الا في ذا المكان، امها بدل ما تجلس، ابوها بدل ما يجلس، اختي صغيرة بدل ما ولا اي واحد، بس هي واخوها بس اللي تبي تسوي معهم. كل يوتيوبر صراحه مو بس. اليوم رح نعمل لكم مقلب بخليل. يا جماعه حاليا خليل نايم جوا بالغرفه، فانا كنت قاعده كنت عم بشوف عم بطلع فيديوهاتي انا وخليل، فاجاها قال لي قلت خليني اعمل مقلب بخليل لاني خليل صار له فتره طويله وما منزل فيديوهات. انا ما راح احكي اصلا، انا قناتي صار لي سنه ما منزل شيء. المهم يا جماعه خليل قبل شوي راح دخن بالبلكون، ما بعرف شوف هذا الفيديو لانه فضح. المهم فشفت بالبلكون كان في دخان، يمكن نسيانا خليل هيك بقيان فيها شوي مثلكم شايفين. بالعاده لازم تشرب لهون، انا هيك بعرف. ايه عادي تشرب لين هنا. اوكي بعدين خلاص ترى الباقي يضل سبنجر. والتدخين ترى مو بزين، ما انصح اي واحد التدخين مو بزين. حلو، ام اثنين مو بزينين بالحياه، التدخين وخليل وقته. سلام. فكان بقيها فيها شوي صغيره، فقررت اعمل مقلب بخليل. رح اشعر هالسيجاره ورح اعمل حالي عم بدخن، رح اشوف شو رح تكون رده فعل خليل. يا جماعه حاليا شوي انا مقربه مشان وزبطكم، نكمل بالمقالب ونرجع مثل قبل نصور فيديوهات. اكتبوا لنا تحت بالكومنتات. هلا رح اثبت الكاميرا يا جماعه ورح استنى لبين ما يفيق خليل مشان ابلش بالمقلب. بحبكم كثير، خلينا نبلش بالفيديو مع بعض. ليتس جو. اوكي يا جماعه حاليا ثبتت الكاميرا، خليل جوا بحكي بالتليفون اجاي مكالمه، فاكيد هلا رح يجي على المطبخ. انا هلا رح اجيب قداحه من البلكون واجيكم. استنوا دقيقه. طبعا خلينا ممكن نشوف كل شيء ها. ليش يشوف؟ يشوف هذه اللي قلت لكم تعكس الصور، ممكن يشوفها بس يشوف الكلام. اخوي ما غلب ايش فيك انت رزقهم، رغم انه ترى مشان يكون بعلمكم يعني مقاطعهم ترى مو بذاك الزود. يعني 6 شهور كم جابت؟ 10,000 مشاهده. اوكي ال 10,000 مشاهده يعني لو كانوا كلهم 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 من امريكا كلهم ال 10,000 كلهم ذولي، اوكي المقطع ذا ممكن يطلع لهم 20-30 دولار اذا كانوا كلهم من امريكا. يعني مضمونين كلهم من امريكا، ولكن كلهم من العرب يعني كلهم من تركيا وسوريا والسعوديه ما حد يعرفهم من عرب من الاجانب اصلا. ترى مغالبهم مره ما تجيب فلوس. ليش مكملين؟ شوفوا لكم اي محتوى ثاني يا اخي، اتصلوا علينا نعطيكم محتوى. بس خليني اطلع من الغرفه راح اشعلها. يلا باي. طيب شيء كان صوتها عالي فجاه، بس اطلع خليني من الغرفه مش على بعدين. شو
ايش عم تساوي؟ اه ما في شيء. ايش هالبيدك؟ وريني بشوف. ما في شيء ما في شيء. روحي باب البلكون شوفي الدخان. ليش عم تصير شو ما في شيء؟ دلو ايش كبيتي؟ ما كبيت شيء. ايش؟ دلو انا فضيت النفاضة بايدي عم تدخلي. لا نفاضة. ايش النفاضة؟ عم تدخلي دلو ليه؟ ايش النفاضة فيها دخان؟ شو بدها ايش عم تستنى يكون فيها؟ كانت فاضية. لا ما فيها. فيها اصلا ما كانت فاضية، رجعت على بيتك. شلون جت على بيتي يعني؟ ما بعرف كيف. دلو عم تكذبي علي دلو ليه؟ ليش عم تزور؟ عم تدخني. ما عم ليش عم تدخن؟ ايش هذا؟ عجبني تمثيله صراحة، هو مبين انه كله تمثيل بس عجبني تمثيله انه لما شافته انه على اساس انخرشت عجبني صراحة عجبتني شكلي برجع التكريج لا استغرب دخان ما دخان لك ليه هالدخان بالمطبخ كله؟ ايش بك مو انت دخنتها بشوي؟ ماما انت دخنتي بالمطبخ؟ لا لك مو انت دخنتها بشوي وحده ايش بك؟ دلو عم تكذبي دلولة؟ لا ايش هذا كذب ما كذب؟ لك ما عم تكذبي علي دلولة كنت عم تدخني احكي لا ليش ادخن؟ ليش انا بدخن ما دخين؟ والله شفتك عم تدخني دلولي ماني جد ليش لف الله يضربك ما دخنت ماني جد انا ما دخنت شفتك عم تدخني ما دخنت ليش ادخن؟ بخاف منك اذا بدخن؟ مين علمك على الدخان احكي شفتك عم تدخني ما تخني مين علمك على الدخان؟ ما حدا شو ما حدا؟ ما حدا ما عم بدخن اصلا ليش انا بدخن؟ لك ما تكذبي ما تكذبي ما تكذبي اوه يا كلب يا حقير ما تقولي ما عم بدخن ما عم بدخن ليش عم تدخني ريحه الدخان من المطبخ انت دخنت بشوي لامي لك ما دخلت صار لي ساعة بالغرفة ده ايه صلاة شباب طبعا قاعد اضحك مو عجب من المغرب لا كذا يا اخي احس العطافة دي تضحكني يعني ليش ما ادري بس ما فتحنا البراكين مشان هيك في ريحة لك ما تكذبي ليش لك زوج انا اكذب ما اكذب لك دلولة ما تخيل جن لك ايش معنى جن انت باقي على الكارت 36 ليرة ما بي معك ليش؟ خصوم صراطي ايش بدك 36 ليرة؟ خصوم صراطي بقدر اروح على المدرسة ايش 36 ليرة لسه اكيد 36 على التمام ليش؟ لعبي كارتي والله العظيم عبد هاتي اشم ايدك لك خلعني ما انت اشم ايدك ما في شيء هاتي ايدك يا دخان لا فضيت المدخانة الدخانة مو فضيت والله العظيم عم تدخلي والله العظيم لا تحلف دلول ما تخلي يا جن خلص هي شو مين علمك هالدخان عم بحكي معك شوي وشبناها ايش شوي وشبتي ها شوي شلون عليك انه انا بشرب بصلتين بصلتين مع عصير هيك شي تحفه لك ايش شي تحفه دلول ما تخليني يا جن دلوله يا الله رخيلك والله العظيم يا دلوله انا بعرف شو يا لو الله تشف يهر سنونها قسما بالله ترى شنو بعد بتمحارب اي حقيره يا حقيره والله العظيم اقسم بالله شيء ما ادري صراحة، الكاميرا بتهز لأني طولت وقتها. شلون بدي أتصرف معك على كل هيك؟ إذا تنصح 36 ليرة؟ بدور لعلي شان هيك بدك 36 ليرة ما؟ شان تدخني؟ خرجيها دلولة منين تعلمت الدخان؟ احكي والله احكي وشيطاني ما تخليني خليني إنه احكي صراحة مشان أعرف أنا دلولة شان خليني أحكي لك والله العظيم ما ينيحها لو ما ينيحها لو منيحها كان العالم كله اشتي عم تدخن ايش طيب شو؟ دخلت حلوة رد اقسم بالله عجبني رد هذا اول مرة يعجبني رد اعطيه على عيني انت ايش بتدخل؟ صدق انت ايش بتدخل يعني؟ انت ايش بدك فيني تعب دخان؟ انت اخو مرائي؟ اذا انا ايش دخان فيه انت اخو مرائي؟ مين علمك احكي؟ ما حدا لحالي انا هيك شلون لحالك مثلا؟ لا شلون لحالك؟ سلطان شفت حالي عم بسلطن قلت لا انت ما كنتي هيك لك جربت الميني ستون طلع لنا وشي البرلمانت لك عم تحكي كمان دلولي بكسوس ميني ستون دارك بلو سكتي ابدا ما منيح سكتي دلولي سكتي شفت لك مالبورو تاتش بلو اخف الشيء شيء بسلطين لك شو ما تكبر اصلا ماما شو بتعمل لسه بدك تدخن ما بعرف ايش شو بدك تدخن ما بعرف ايش هيك بالهواء ايش تدخن ما تدخن يا الله دخيل اسمك يا ربي يا الله والله العظيم ما بعرف اسامي يا الله ايش تدخن ما تدخن عم تصور فيديو ايش الحلاوة وينك يا بغلاوة لك عم بقول في شي غلط يا الله والله العظيم ما تصدم معي عشان تكسر راسي يا مصدم لا عم بيع تتوي شي تصدم تصدم عشان تصدمني على غير على الدنيا الثانية والله العظيم فكرك عم تاخذ جد يا اصلتني مع خلاص مقلبه مرة سامد بس حلو يعني نوعا ما حلو نوت باد مش عاجب بس انه يعني ما ادري وراح الحين قناه دلاله اوكي طبعا دلاله فتحت قناتك بعد ما رجعت في مقطع هذا المقطع اللي يطلع لك اول ما تفتح قناه هذا هو اغلى شيء بحياتي ما تخيل مقطع 8 دقائق 9 دقائق اوكي على ايش المقطع الوحيد اللي جبته على كلبها مات بس مات ما ادري شنو ليش تلحقينه اصلا
هذا ردة فعل طارق الباشا عمل في تكليب صدقني. وعنهم طارق الباشا شايفينه مو مصدقين والله العظيم. طبعا ما نفع معهم زي ما قلت لكم فحول على الرياكشنز برضو ما زبطوا. يا أخي جربوا كل شيء كل شيء ما زبط معهم. فأنا أنصحكم طفوا اليوتيوب سكروا اليوتيوب وروحوا ناموا. لكن ردت الخير النوم خير وما ردت الخير برضو النوم خير فروحوا تراسكوا. الحين قاعد يسولف لأنه أنا أصلا ما أدري قاعد يسوين حاليا فاهمين. ف خليل ودلال ترى صراحة إن أنا ما أكرهكم بالحياة الواقعية. أنني ما أحبكم في اليوتيوب صدق صدق في اليوتيوب أنا ما أعطيكم مقاطعكم كلها سامجة وغريبة مرة فما أنصحكم تكملون. وكيفك تريد تكمل حلابك ما تريد تكمل تريحنا صراحة. طبعا أنا ما عندي عداوة ولا أعرف صراحة ولا أعرف الحياة الواقعية ولا أعرف وديش أعرف برضه بس يعني كل ما تنقال ف إلى هنا نكون صنعت الحلقة. لا تنسوا لايك واشتراك وصلت مجد طاب صندوق واستبعوني عليها كامل تابعوني أسناب بعد. ما أدري صراحة ما كان عندي أي شيء فقلت خليني أسوي عليهم رياكشن دائما قلت قدام قلت خليني أسوي عليهم رياكشن. كنت أسوي رياكشن على نور ستارز بس غنيتها مرة زبالة وزبالة ما بيسوي عليه لا رياكشن ولا شيء. فصلوا على النبي سلام لي إذا سويت الكبرات لأذبحك يا واد.